قال له مسيو ستورا انتيليكتويلمون جو سوي داكور افيك فو، يعني من ناحيه الفكريه والاعتقاد تاعي انا بعد راني موافقك، لكن لي كونترانت كي سون لي ميان، لكن الضغوطات اللي عندي انا ما تسمحليش اني نسير في الاتجاه نتاعك. رئيس الجمهوريه عنده ضغوطات. ميلانشون قال لهم جون ريفير او بريزيدون دو فات، سي جو سوي بريزيدون ايلو جون ريفير او بريزيدون دو فات. نا الكراغ لا حكايه فارغه، هذيك التراكا والكراغ لا هذوك جماعه حبوا يديروا لنا ان اريستوكراسي تاع لا مود تاع حريم السلطان. حتىكم من حكايه الكراغ لا لي تورك سون دونجرو ماتنون ماتنون سون دونجرو لي تورك تري دونجرو ميم سورتو دون لو موند دو سكو جابيل انا لا نيبولوس تيرورست انترناسيونال اسلاميست. اكسبليكي ان بو لي اس كو سي كان بريزيدون دو فات بوتيت سيرتان بيرسون نو كومبرين با. والله احمد بريزيدون دو فات هو اللي يتخذ القرار الحقيقي والاخر ميخانه الاخر خيال. فوالا تو سامبلومون يكون على بالو خلاص انا ان ابل جو لو بروندر تروا ابل. J'aimerais bien savoir les questions par rapport à ça. Et merci. Allô. Salam alaikum. Monsieur Farid Issad. Wa alaik salam wa rahma wa akram. Ahlan. Ahlan bil ahrar. Ahlan bil ahrar. Ahrar wa machin fi khouta kabira inshallah. Voilà. والله العظيم ايش يفيدك يحييك الله يحييك الله قال لك يحييك الله. وازي فريد كمل وش بيها تكتوكا كحله اليوم؟ ايه قريت لاصوص قلت لك لاصوص الجيريان راهي دايره حاله هباوي هباوي دوكا خير كيفاش تتكلخوا. دوكا لاصوص الجيريان لا فري صوص راهي بريبارا في الجزائر باش نسيو كيفاش يخلطوها بيناتنا باش ياكلونا بالعقل. اكزاكتومون. حابين نلبسو جديده. تو طافي. انا ياس كي عندي ان كيستيون باك الياس. وي. لو كان غدوه راح يكون في الموند ستادير دون او نيفو مونديال يكون ان بروبليم ايكونوميك وين شاك بيي يكون عندك مشكل اقتصادي وين شاك بلاد سي كيما يقولوا تحافظ على المصالح الاقتصاديه تاعها استادير الفادوني لا بريوريتي للشعب تاعها استادير في الماكله في كلش. حبس قبل ما تدير سيون ميبا لو كان نروحوا الى كيما يقولوا ما يكونش فيها اكسبورتاسيون ما تسمعش تموت انت نتاو لك حالش تموتوا واش راح يصرا لك حالش والافريك دينار يموتوا يسلك منها المروك تونس 4-4 بصح ليبيا الجزائر النيجر المالي اربنا ولك الحمد غير القبوره صحيح دون لو كا كيما قلت انت يا لا لجيريا دوفياندرا بروتيكتورا تاع لا فرنسا اسكو لا فرنسا يعني هاد لا كيسيون لا ريبونس تاعها كاع لي جيريان يعرفوها اسكو لا فرنسا ال سرا اونكور بلو بويسونت كو ماتنو او با استادير اسكو لو كان استادير نولو تابعين لفرنسا فرنسا تولي فريمون قويه اكثر من دوكا ولا لا لا le problème c'est oui je habs هنا سي اتونسيون فتره اتونسيون انا ما قلتش نوليو بروتيكتورا ساعه اللي يشبعوا فيها سبان سيتادير سي اون ايتي ان ديبارتمون فرونسي فرنسا سيري maintenant extrêmement puissante sur le plan économique et énergétique صح mais habs elle serait extrêmement puissante sur le plan social économique. Les habitants de l'Algérie vivraient comme des rois. Ça qu'il y a حاجه la carte politique de France تتغير. Il y aura l'introduction تاع العنصر الجزائري المسلم avec 23 millions de voix derrière. Oui, l'électoral derrière. Oui. Ça change la donne. Si on était le candidat تابعين لفرنسا صح وما ديناش في استقلال نكونوا دي فرونسي ويكون عندنا كيما يقولوا كلمة في الانتخابات في القرارات اتسيتيرا بيان سور انا حبيت باك نوصل باك ايدي على كل جزائري انه يسقسي روحو هاد لا كيستيون باش يفهم وعلاش ديجا رانا في الميزيريا لو كان جينا تابعين لفرنسا فرنسا سرا اونكور بلو بويسونت راح تكون بلو كيما يقولوا بلو فورت قويه اكثر وعلاش حنا ماناش قويين سي لا كيستيون كي فو سبوزي هاد لا كيستيون لازم يسقسيوها على روحهم اكسيلونت كيستيون اكسيلونت دونك Sinon, là, je peux pas nous dire un petit commentaire. Allez, je gagne Mélenchon. Là, je suis allé le voir.
انا جي كومبري اون شوز قال لهم سي جو سري ايلو كون انتخبوا عليا نروح نسقسي الرئيس الفعلي الحقيقي تاع فرنسا باسكو على بالو بلي سي او كي ديسيد شكون هو البريزيدون اللي يطلع وشكون اللي ما يطلعش بيان سور مي اسمع انا سي سور سي سور صاي فول سافوار يا ولدي لو موند هذا الناس يحطتو العالم كيما بكري لو روا يحكم ولا ران هما كي داروا ديجا لي ريبوبليك وداروا لي سي تو فو لي رؤساء الحكومه يحكموا كونت يا ان روا اكسيتيرا او ديسنتراليزاسيون دو بوفوار ديجا خلاص دخلوا فيه هنا ماشي اللوبيات مي كي نسميهم انا سيجار اي كونياك سيجار اي كونياك سي اون ريزون سي اون ريزون سي اون لي لو تروك بوليتيك مع لو تروك ايكونوميك سي اون ريزون بور لي الجزائريين باش يقتنعوا بلي انه اذا خرجوا لازم يخرجوا ثوره الجوع انا ما كان باسكو ما فيهاش حاجه ثوره واحده اخرى باسكو راح يخرجوا لهم توجور لي ميم بيرسون يقول لهم يا ودي عاود دخلوا للبار صحيت برافو اكزاكتومون فريد علاه قلنا احنا ثوره الجوع الهدف من ثوره الجوع يا جماعه دوك ما نقولكمش راحين تستقلوا حاجه واحده النظام باش دركا وهز السلاح نتاع الجوع يتيري بيه عليكم يرفعوا تتنفسوا شويه هي وسيله باش يبينوا بلي كلمتهم ما ينزل عندها وزن سيتو الشعب يبين بلي الكلمه تاعو يقدر يقولها كي صحيت صحيت اكسلون فريد اكزاكتومون سي سا سي اكزاكتومون سا لازم الناس تفهم العالم دركا وقاعد شوفوا جاست مرحله الحرب العالميه الثانيه هذه بكل مرحله الحرب العالميه الثانيه غدوه المؤرخين راحين يؤرخوا بقضيه ما بعد الحرب العالميه الثالثه اللي اسمها الكوفيد شوف انت فريد قلت اسمعني اخي احمد فريد tu as posé une question sur l'alimentaire وي باسكو سكو اون فوا بلاك بلاك حاسم ها حال كندا حاسم حاسم كي سي دو ديسومبلي خليني من الماكله انا نعطيها لك صرات قدام عينينا كي جا لو كوفيد وتخدم الفاكسان خرجت اون لوا في اوروب ايلي انتردي ا تو لي بي اوروبيان ديكسبورتي اون دوز Ouais. Je sais pas si tu me comprends. Bah oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous devons faire les enfants, on va les sauver les autres. Il faut sauver d'abord la nation. Oui. C'est une procédure logique, c'est une décision logique. Si c'était Zaire, l'Iktach, Fetachi, normalement, on aurait fait la même chose. Nous devons faire les enfants, on va les sauver les autres, on va exporter après. Sahed. Une fois que tu passes à l'autosuffisance, ben, tu passes à l'exportation. Parce maintenant, Blaq, la Nijay Kafarid, l'alimentaire. درك ما دابيا جوستومون tu es dans le domaine à la balle de l'agro et justement عيط لي فريد نسحقك في واحد الموضوع كونسيرنون جينيسيفي لك مي قضيه واحده اخرى تاع الجزائر جوبا جو ترابل مع فريد اه